السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الدكتور هذه راه 68 عام عندي في عمري، عمري ما تخلعت حتى لهذا النهار. الله سيد الأسد، حنا مشرفين باللقاء ديالك، فرحانين بك. والله عمري ما تخلعت ولا أطلقه في داير. منين هذا؟ الله يحفظك. استغفر الله سيد الحاج، استغفر الله. عيان حنا مشرفين بك. حنا تشرفنا بك مولاي، مرحبا بك. أهلا وسهلا. ديما خويا ديما تنصنت لك ديما وديما ديما لأن لا الحاجة عندي. ديما متبعينك ومعنا الزربة نهضروا معك حتى اليوم والحمد لله. والله بارك الحمد. الشرف ولا نسدي. الله يطول عمرك مولاي، الله يحفظك ويرحمك. دعي معنا بزاف، دعي معنا عيانين لينا لا الحاجة. ودعي معنا مع وليداتنا، عندنا واحد جويدات وليد وبنية. الله يصلحهم يا رب يا رب يا كريم. والله يرحم الوالدين، والله يجازيك بخير، والله يرحم ديك الوالدة. اللهم امين اخويا. هاك الحاج يا ربي مشرفين سيدي، مشرف سعد قادر. وعليكم الحاج الشريف الحاجة، حياك الله لنا. يا مرحبا بك. الله يحفظكم ويرعاكم ويبارك فيكم. شكرا لله، والله العظيم الا منورنا. جزاك الله الف خير الشريفه. والله العظيم الا منورنا ونورتي لنا قلوبنا. الله ينورك في الجنه. بارك الله فيك الحاجة، بارك الله فيك لنا. والله العظيم جزاك الله الف خير. دعي مع وليداتي ودعي معنا الحاج. وكنقول واحد الامل، انا واحد الاخوات واش عندي شي اجر في بيت الله. كنضفوه لا فلوس لا حتى حاجه. سعداتكم ولا لا؟ سعداتك الحاجه، سعداتك، سعداتك، هنيئا لكم. مطوعا الوجه لله في 6 سنين هذه ولا 8 سنين. وسعداتك الحاجه، سعداتك لله. اياه لله، اجر عظيم وكبير. شوف كنكون عيانه وهكاك حيت كنمشي ولفت ذاك العمل نديرو، سبحان الله العظيم كيمشي مني المرض. الله يشافيك الحاجة، الله يشافيك ويعافيك، الله يشافيك ويعافيك. بارك الله فيك الحاجة، كنشكروك وكنشكر سي الحاج عبد القادر، وكنحييكم في هذه الذكرى الغالية، ذكرى المولد النبوي الشريف. والسي عبد القادر اخويا، احنا في البرنامج ديالنا هذا برنامج ديال الأسرة، هذا برنامج مفتوح. ربما الإنسان يشعر بالخوف إذا مشى للمحكمة أمام مجلس القضاء، إذا مشى للشرطة أمام ضباط الأمن، إذا مشى لشي إدارة ربما أمام السلطة المحلية. ربما هاد الناس عندهم واحد شوية الهيبة، ربما قد يشعروا بالخوف والوجل. احنا أخويا في إذاعة ديال الأسرة، احنا التراب ديال رجليكم، احنا الخدام ديالكم، وحنا الحمد لله سعداء بأي مكالمة ترد علينا. كنحمد الله وكنشكروه أننا تجمعنا. علاش تجمعنا في هذا البرنامج؟ تجمعنا لا لغرض مادي ولا لحظوة ولا لسمعة، اجتمعنا على ذكر الله، واجتمعنا على الصلاة على رسول الله، واجتمعنا على أن يشد بعضنا بعضا في أزماته، واجتمعنا على أن يدعو بعضنا بعضا للآخرين بالفرج. اجتمعنا على هذه المعاني. احنا كنا ضعفاء وحنا كنا مساكين وحنا كنا منكسرين، ونمد أيادينا معا إلى المولى عز وجل. كنشكرك السي عبد القادر، كنشكرك أخويا، وكنشكر الشريفة ديالك سعداتها. هنيئا لك الشريفة، أنت كتقومي بواحد العمل عظيم، كتقومي بتنظيف ماذا؟ بيوت الله. هذا بيت الله، المساجد هي بيوت الرحمن. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه المساجد ربي أمر بتطهيرها، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اللي كيساهم في تطهير بيوت الله، كوني متأكدة الشريفة أن الصحيفة ديالك كما أنك تقومين بتطهير بيت الله، ربنا يطهر صحيفتك أنت ومن معك، الصحيفة ديالكم جميعا. كل مرة تطهر وكتصير أبيض من الحليب من اللبن، وربي عز وجل يغفر ويتوب ويرفع. هذه 8 سنوات وانت الحمد لله كأنك تحجين وكأنك تعتمرين، لأنك كتقومي بهذه العملية ديال نظافة بيوت الله. رغم أن هذا العمل ديال التنظيف هو موكول به الوزارة المعنية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عندها واحد الميزانية ديال المنظفين والمنظفات خاصين بتطهير بيوت الله، ولكن يبدو أن بعض المساجد ربما تابعة للخواص
غير تابعة للأوقاف والشؤون الإسلامية أو لها وضعية اعتبارية خاصة، والناس بغوا يتطوعوا لنظافتها، خصوصا دورات المياه كتكون ربما معرضة لبعض القاذورات وخص النظافة، ثم الحصائر والزرابي وربما كذا وكذا، هذا كلها عمل تطوعي جميل. لكن أنا بغيت نقول الناس اللي كيصلوا في ذاك الجامع، إلا كانوا ناس الحمد لله ميسورين، علاش لما نتفقوش بعضياتنا ونجمعوا واحد البركة ونعطوها لهذه النساء المنظفات، ماشي أجرة، لا، هذه كتسمى هدية السرور. هدية السرور ملي كنلقى واحد الإنسان كيقوم بواحد العمل تطوعي كيقوم به لله، يرجو رحمة الله ويرجو رضا الرحمن، كنحاولوا نعطيه واحد الهدية كنسموه هدية السرور. أننا كنشكروه وكنشجعوه وكنكرموه وكنقول له استمر على عملك هذا. هذيك الهدية ديال السرور كتخلي حتى هو فرحان وكتخلي حتى هو قادر يزيد في المدال ديالو. فهنيئا لك يا الشريفة، وأسأل الله أن يحفظ لكم الأولاد ويحفظ لكم البنات، وأسأل الله أن يديم عليكم الإيمان واليقين، وأسأل الله للا أن توسع بقدر، أسأل الكريم جل جلاله يوجه لكم واحد النداء لأداء مناسك الحج والعمرة بلا تعب ولا مشقة ولا قرعة، تجيكم هدية من عند الرحمن، تمشوا للحج مجانا. يا ربي يا كريم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، يا ربي هدية لهذه العائلة الطيبة، العائلة المؤمنة، العائلة الصادقة، يا ربي وجه لهم دعوة إلى الديار المقدسة بمكة والمدينة المنورة، جيهم مجانا، ارزقهم من حيث لا يحتسبون، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.